السلام عليكم وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من فضاء حر. نتوقف في هذه الحلقة عند الحالة الأمنية التي تشهد انحدارا خطيرا في مدينة تعز، لنناقش مسؤولية السلطة المحلية والحكومة والأطراف السياسية عن هذه المشكلة. تنحدر الحالة الأمنية في تعز من سيء إلى أسوأ، وتذهب كل المطالبات بتطبيع الأوضاع في المدينة أدراج الرياح، كأن لا أحد بوسعه إيقاف هذا التدهور أو ربما لا يريد. ما كان في السابق مجرد اختلالات ناتجة عن فراغ السلطة وانتشار السلاح المصاحبين لاستمرار الحرب مع ميليشيات الحوثي، أصبح أزمة حقيقية تكاد تمضي بتعز إلى حالة فوضى عارمة، وتهدد كل ما حققته هذه المدينة، ليس فقط خلال مرحلة مقاومة تحالف الانقلاب والثورة المضادة، بل كل تراكمات السياسة والاجتماع والثقافة التي حققتها تعز خلال تاريخها. قبل أيام عثر المواطنون على جثث لأفراد من الجيش الوطني، بعض الجثث كانت مقطوعة الرأس، وهو ما يشير إلى أن الجريمة لم تكن مثل سابقاتها التي يمكن إلحاقها بجرائم التنافس والصراع بين الفصائل المختلفة، بل نوع مختلف يؤكد البعض أنه تدشين لمرحلة الحرب تحت لافتة الإرهاب. يتساءل المواطنون، أين الأجهزة الأمنية من عمليات اغتيال واشتباكات متواصلة لا تكاد تتوقف في شوارع المدينة؟ لماذا لم تحقق الحملات الأمنية المعلن عنها أهدافها؟ ومن هي الأطراف التي تعرقل أداء المؤسسات الأمنية؟ وما مصلحتها؟ نحن بدورنا سنضع هذه التساؤلات على ضيفين الكريمين. سيكون معنا من تعز الصحفي أحمد شوقي أحمد، ومن كوالالمبور الكاتب الدكتور فيصل علي. وأرحب بضيفي الكريمين وأبدأ بالسؤال المشترك مع الأستاذ أحمد شوقي أحمد. أستاذ أحمد، في البداية، في ظل الضبابية الحاصلة الآن للوضع الأمني في تعز والاتهامات الكثيرة، كل طرف يحمل الطرف الآخر، أين تكمن نقطة الخلل برأيك؟ طبعا المشكلة في تعز تتعلق بترتيب أعمال الأجهزة الأمنية والعسكرية، خصوصا وأن المشاكل الأمنية في تعز تحتاج إلى أجهزة عسكرية مسلحة بتسليح جيد وبخطط انتشار ومداهمة قوية وسابقة. كذلك هناك حاجة لتفعيل أجهزة الاستخبارات سواء كانت العسكرية أو الأمنية، ولدينا أكثر من جهازين في الجانب الأمني في الاستخبارات، وكذلك إدارة الأمن وكذلك القوات الخاصة. هذا فيما يخص القطاع الأمني. وفي القطاع العسكري لدينا الاستخبارات العسكرية ولدينا الشرطة العسكرية ولدينا الألوية وقيادة المحور، وبالتالي هناك مشكلة في ترتيب العمل في هذه الجهات. وقد كانت السلطة المحلية شرعت أو بدأت قبل فترة، يعني ربما شهرين، بعملية عدد خطة على يد ضباط محترفين لتنظيم وترتيب أوضاع القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، وكذلك مسألة ترتيب انتشار القوات وتوزيعها، وأيضا توفير التسليح المناسب لها في القيام بالعمل العسكري سواء في مواجهة ميليشيات الحوثي أو في مساندة أجهزة الأمن في مداهمة المطلوبين أمنيا، ويعني الانتشار الأمني وتحقيق أو ضبط الأوضاع الأمنية في المحافظة. نعم. إلى حد الآن تتم العملية هذه، وطبعا هناك اختلالات صاحبت المرحلة الماضية ويعني عمليات إجرامية كبيرة. وأعتقد أن الأخ المحافظة الدكتور أمين محمود في السعودية يعمل بجهد لترتيب هذا الأمر مع قيادة السلطة الشرعية. نعم. ولكن أحمد، الجميع يتحدث، أبناء تعز يتحدثون وخرجوا بالعديد من المسيرات، يقولون بأن يعني هذه الأماكن معروفة ومعروف من يديرها، وهناك أصابع الاتهام توجه نحو جماعات معينة، ولا نتحدث الآن عن يعني شيء في المجهول. طبعا هي معروفة بتكهنات الأفراد وبأيضا بعض الأسماء المشتبه بها في القيام بأعمال إجرامية سابقة، ولكن حتى اللحظة ليس هناك يعني أعتقد ملفات أمنية مكتملة، حتى وإن كان هناك ملفات أمنية فيها يعني قدر كبير من المعلومات، لكنها لم تكتمل الآن من ناحية الإجراءات القانونية ومن ناحية يعني تأكيد الشبهات أو جمع الأدلة. وبالتالي عمليات المداهمة التي يجب أن تحدث في هذه المرحلة هي لملاحقة المشتبه بهم واستيفاء الأدلة وإحالتهم للمحاكمات. وحتى اللحظة أعتقد أن هناك كما تحدثت لك هناك مشكلة في التنسيق، وهناك أيضا مشاكل أعتقد
قد يعني في ترتيب وضع هذه القوات وطريقة عملها فيما يعني مع بعضها البعض، وكذلك في مداهمة هذه الأوكار أيضا كما تحدثت إليك لحاجتنا إلى يعني قوات عسكرية لديها تسليح جيد، لأن القوات التي أو المجموعات العصابات التي سيتم مداهمتها هي أيضا لديها أعتقد تسليح لا يستهان به، خصوصا وأنها شاركت بعض هؤلاء الأفراد شاركوا في الحرب وكان أيضا لهم دور في يعني الحصول على بعض الغنائم، وبالتالي أن تتواجه قوى أصبحت عصابات إجرامية الآن وليست فقط نتحدث عن أفراد أو مجرمين يعني أفراد فقط. نعم لا شك أحمد أن الأمن في تعز انحدر بصورة مخيفة في المدينة رغم التحسن الملحوظ وأيضا الاهتمام الكبير ربما من السلطة المحلية وأيضا الدعم الذي وصل للجهات الأمنية في تعز وإن كان محدودا على عكس الفترة السابقة. أين تكمن المشكلة بالضبط؟ بهذه الفصائل التي كانت جزء من المقاومة الشعبية والجيش الوطني أم المشكلة في الأجهزة الأمنية التي تشرف على هذه يعني على المدينة بشكل كامل؟ في الحقيقة أن بعض هذه المجموعات لم تكن جزءا من المقاومة ولا من الجيش الوطني، وإنما كانت غطت جزءا من الفراغ الذي لم تستطع أن تغطيه المقاومة في مرحلة البداية، واستولت على بعض المناطق أو شاركت في القتال في بعض المناطق، وبالتالي أصبحت هي متواجدة بحكم الضرورة والأمر الواقع، لكنها لم تكن جزءا من الجيش الوطني خلال المرحلة الماضية. وبالتالي الآن هناك مشكلة أنا أعتقد أنه في التعامل مع هذه القوى هي أنه المجموعات لم نستطع الآن التعامل معها بسبب أنها غطت هذه المساحة واستطاعت أن تحصل على دعم يعني غير معروف لم يكن واضحا في البداية بالذات، والآن هي يعني تمارس أعمال إجرامية انتقامية بدون سيطرة بدون كنترول من أي قيادة موجودة في المقاومة أو في الجيش حتى يعني نلحقها بهذه الأطر التي تعتبر مشروعة داخل محافظة تعز. نعم برأيك من الذي دعمها ومولها في بداية الأمر ولا زال يدعمها على الأقل إلى فترة قريبة؟ في البداية طبعا هناك كانت اتصالات يعني أعتقد مع يعني أفراد في الداخل أو في الخارج، وقد تكون هناك جهات أيضا أعتقد قد تكون استخباراتية أو غيرها ساهمت في تمويل هذه الجهات من باب مقاومة الميليشيات أو قد تكون حتى تابعة للشركاء الانقلاب في السابق. أما الآن فغير واضح طبعا أن هناك دعم يقدم لهذه المجموعات سوى الأعمال التي قامت بها خلال المرحلة الماضية، أعمال النهب وأعمال السرقات، وهذه الأعمال طبعا كفيلة بتمويل نشاط هذه الجماعات لأنه ما تم نهبه خلال المرحلة الماضية من الحرب يعني شيء ليس بقليل. نعم طيب ابقى معي أحمد، نشرك معنا في الحديث من عدن المحلل السياسي الأستاذ عبد الهادي العزعزي. مساء الخير أستاذ عبد الهادي. مساء النور. مرحبا بك أستاذ عبد الهادي. في البداية أنت كيف تتابع الوضع الأمني الآن الذي من سيء إلى أسوأ في مدينة تعز؟ أين يكمن الخلل ومن يتحمل المسؤولية؟ أعتقد أن الوضع الأمني في تعز فعلا تحرك في الفترة الماضية من سيء إلى أسوأ. الخلل يكمن في أن هنالك نوعا من التباطؤ من قبل بعض الوحدات العسكرية التي تعرف أن هؤلاء محسوبين على بعض الوحدات العسكرية أو بعض الكتائب، وكان الأكثر أن تلتزم هذه الكتائب والوحدات بتسليم هؤلاء ما دام هم معروفين بالاسم والصفة. نعم. وهذه العملية الأولى. العملية الثانية أن يتم تحديد نعم. يتم تحديد الجرائم ونشر الأسماء أيضا. نعم. هل ممكن يعني تضعنا يعني أو تسمي لنا هذه الكتائب أو الفصائل التي تمنعت أن تسلم للجهات الأمنية وربما تساهم بصورة أو بأخرى بهذا الانفلات الأمني الحاصل؟ إلى الآن لم يجري طلب التسليم من هذه الكتائب. كان يجب أن تجتمع اللجنة الأمنية وتحدد هؤلاء الأسماء بموجب بيانات من يتبعون بالضبط. هناك أخبار متناثرة على الإنترنت على وسائل التواصل الاجتماعي، البعض يقول أنها تتبع كتائب أبو العباس، والبعض يقول أن هنالك أسماء في 17 35 في 22 ألوية عسكرية. ما دام هؤلاء مشتبه بهم إلى الآن في دائرة الاشتباه، لماذا لا يتم إلقاء القبض على هؤلاء أو تسليمهم إلى الجهة الأمنية وتبدأ الجهة الأمنية مماثلة، فإن كانوا عسكريين بالنيابة العسكرية والقضاء العسكري
وان كانوا مدنيين يتم تشكيل محكمه امور مستعجله في تعز، وبالتالي تباشر النيابه كنيابه مداومه عملها بالتحقيق مع هؤلاء. لكن مع الاسف الشديد طوال الفتره الماضيه كان يتم ايقاف العشرات لدى الشرطه العسكريه، وبلغ عدد من تم ايقافهم لدى الشرطه العسكريه اكثر من 800 فرد. نعم. والشرطه امكانياتها لا تتحمل. نعم. نعم. الشرطه امكانياتها لا تتحمل ان تعول 800 سجين، وبالتالي يجب ان يكون هناك ترحيل يومي لهؤلاء الى اللجنه الامنيه، واللجنه الامنيه ترحيلهم الى السجن وتباشر اعمالها. نعم. طيب استاذ عبد الهادي، يميل البعض كما تعلم وكما ذكرت انت وتحدث الكثير على مواقع التواصل الاجتماعي ان هذه المناطق هي تتبع كتائب ابو العباس، وهي تشكيلات ايضا محسوبه على الجيش الوطني والمقاومه الشعبيه التي قاتلت ميليشيات الحوثي، والبعض يقول بان هذا الطرف هو الذي راعي لهذه العمليات والانفلات الامني في تعز. يعني السؤال، هل هذا يعني ان الانفلات الامني في تعز موجه بحسابات سياسيه كما يقول الكثير؟ هناك نوع من التوجيه للحسابات السياسيه، لكن الاساس في العمليه الامنيه في تعز ان هنالك حاله من الرهاب التي تعاني منها القيادات الامنيه في التعامل مع الوضع الامني. هذا اولا. اثنين، طوال الفتره الماضيه تم خلق حاله عداء بين المواطنين وبين اجهزه الامن، اي ان اليه التعاون غير قائمه، وهذه تحتاج اعاده نظر من حيث رؤوس العمليه نفسها. هذا جانب. والجانب الآخر، تحتاج إرادة قوية وإرادة صلبة. الأمن أو الدولة كما يقال دائما وحدة خشنة. عندما تتعلق المسألة بالعمل الخشن، هنا لا تفاوض ولا إدانات على الدولة أن تمارس مهامها، لأن هذا يرتبط بالوجود الذهني للدولة وبإيديولوجيا الدولة. على الدولة المتواجدة سواء سلطة محلية أو سلطة مركزية ممثلة بالحكومة الشرعية، عليها أن تعيد ترتيب الوضع الأمني في كافة المناطق، ولا تسمح بوقود ازدواج أمني وأجهزة ومستويات. نعم. طيب أستاذ عبد الهادي، أعود لي الأستاذ أحمد شوقي عبر الأقمار الصناعية من تعز. أستاذ أحمد، يقول البعض أن الغطاء السياسي الذي منح لهذه الجماعات التي تحسب على الجيش الوطني وعلى المقاومة الشعبية في تعز، والتي صنفت انها تتبع يعني جماعات ارهابيه، يعني بصريح العباره، وبهذا يكون هو احد الاوجه المشكله القائمه الان في تعز. ما الذي يدفع اطراف سياسيه لها حضور كبير في تعز ان تدافع على هذا الفصيل؟ اخي الكريم بشير، خلال 3 سنوات من الحرب نحن عانينا في تعز من اعمال بلطجه واعمال يعني نهب كبيرة جدا، وكان هناك غطاء سياسي يقدم لهذه الأعمال بدعوى أن هؤلاء مقاومون قبل أن يكون حتى هناك جيش وطني، وكان هناك نفي حتى لهذه الأعمال، وكنا نضطر حتى أحيانا تحت ضغط الحرب الإعلامية التي يعني تمارسها ميليشيا الحوثي وصالح فيما سبق ضد تعز، كنا نضطر إلى الصمت حتى عن بعض الأحداث التي تحصل بدعوى أن هنا نحن الآن في مرحلة حرب وهناك طبيعة انفلات تقوم يعني حادثة. الآن في تعز هناك أيضا حالة انفلات قائمة بنفس الرتم، وأعتقد أنه في اليومين الماضيين نحن عشنا عدد كبير جدا من المشاكل والجرائم في مربع من يطالب اليوم بضبط الأمن، وهو في مربعه يحصل جرائم كثيرة وتحصل عمليات نهب، ويحصل يعني بالأمس هناك حصلت في نفس المكان الذي أتحدث منه وهو مكان تابع لنفس هذا الفصيل، حصلت هناك اشتباكات ويقال أن القتلى. من تقصد أستاذ أحمد؟ نتكلم بصورة بصورة واضحة. نعم، بصورة واضحة ومباشرة تحدث، من تقصد بالطرف الآخر الذي كانت هناك انفلات والآن أصبح، وهل يعني يمكن أن نقايض الانفلات الأمني بأن يعني نعزي ذلك أنه كان سابقا في المربع الأول في مشاكل وفي اختلالات أمنية؟ لا، هذا ليس طبيعيا. الطبيعي هو أن هناك تداخل قائم ما بين هذه الأطراف وما بين قوى فاعلة سواء كانت ميدانية اجتماعية محلية دينية غيرها، تداخل في النشاط، تداخل في العمل، تداخل، وبالتالي نحن نحمل رؤوس أو أسماء أو أطر مسؤولية ما قد تمارسه بعض المجموعات الصغيرة المنفلتة والتي لا تخضع لهذه الرؤوس ولا لهذه القيادات ولا لهذه الأطر التي نتحدث عنها.
يعني أنا حينما ذكرت هذا المثال ليس من باب المقايضة، وإنما من باب أن أخبرك أو أبلغك أن هناك حالة انفلات قائمة في كل المربعات الموجودة تحت سيطرة الجيش الوطني، وهناك بعض القوى كما تحدثت قلت لك أنها قد تكون محلية مثلا اجتماعية أو دينية أو مشيخية أو أفراد أو مجموعة عصابية أو متطرفين أو إرهابيين أو قتلة أو مجرمين يمارسون هذه الأعمال ليس بتوجيه من هذه القيادات وليس حتى بالتستر منها، وإنما بحالة تفلت لا تستطيع هذه القيادة التعامل معها، أو قد لا تكون لديها الإمكانية حتى الذهنية أو العقلية أو التجربة أو الخبرة للتعامل مع هذه المشكلات. نعم. وبالتالي نحن نتحدث عن ضرورة إقامة وتعميق هذا التنسيق من أجل مكافحة هذه المشكلات، من أجل تقوية موقف هذه القيادات وهذه الأطر التي هي تحسب على الجيش الوطني. نعم. وإذا كانت هذه القيادات أو هذه الأطر متورطة في هذه العمليات فيجب على الحكومة الشرعية أن تقوم بالتصرف معها ومحاسبتها، لأن الحكومة الشرعية هي من عينت هؤلاء قيادات في الجيش الوطني وليس السلطة المحلية في محافظة تعز وليس الأحزاب في محافظة تعز. نعم. وبالتالي الحكومة الشرعية هي من تتحمل مسؤولية محاسبة هذه القيادات وهذه الأطر إذا كانت مساهمة في أعمال الفوضى. نعم. نعم. جميل. هو يعني بصورة مباشرة تتحمل فعلا السلطة الشرعية مسؤولية ما يحدث في تعز، لكن كان سؤالي أيضا ما الذي يجعل فصيل سياسي له حضور كبير في تعز وله صوت مسموع في تعز أن يدافع على هذه الجماعات أو يبرر لها؟ لا يمكن أن يدافع أحد أو فصيل أي فصيل سياسي عن أي جماعة إرهابية أو مجموعة متطرفة أو جماعة يعني عصابة من القتلة أو الإجرامين، هذا ليس من مصلحة أي طرف سياسي وأي فصيل سياسي أيا كان. نعم. وإنما نحن نتحدث عن مسألة توسيع المعركة. نحن كنا لدينا 25-30 مطلوب مثلا مشتبه في بهم بأعمال بالقيام بجرائم، فجأة توسعت المعركة لفصيل مسلح قيادي مبادر مقاتل ضمن الجيش الوطني، وهؤلاء لدينا 2500 أو 2200 فرد من هؤلاء الأشخاص ضمن الجيش الوطني. حينما أنا أفتعل مواجهة معهم داخل مربع داخل المدينة قد يشكل نصف يعني مساحة المدينة، فإن هنا أقسم المدينة إلى نصفين وأدخلها في اقتتال أهلي، فمن الطبيعي أن يكون هناك أيضا بعض من يرفض مسألة توسيع المواجهات. وما عشناه في الشهر الماضي من جرائم كان هو نتيجة للخطأ الذي ارتكب في الفترة الماضية. توسيع الجبهة إعلاميا لتشمل قيادات ويعني فصائل في الجيش الوطني جعل المعركة يعني تدخل في تصفية حسابات وليس لها علاقة بضبط الأمن. طيب. والآن نحن نعيد الكلام. نعم. من جديد. نعم. ونقول طيب أننا بحاجة إلى ضبط هؤلاء المطلوبين أمنيا، وإذا كان هناك تستر من قبل قيادة في الجيش الوطني فعلى الأطراف الأخرى أن تكشف هذا التستر وتكشف هذه القيادات، وأن على الحكومة الشرعية أن تتصرف وتخلصنا من هذه المشكلة وهذه. نعم. القيادة المتواطئة. نعم. استكمالا فقط لهذه الفقرة حتى أنتقل للأستاذ عبد الهادي العزعزي، هذه المربعات الأخرى التي الآن يعني تحدثت عنها قبل قليل بأن هناك أيضا كان حدث بعض الاختلالات في هذه الأماكن التي تسيطر عليها منذ انطلاق الحملة الأمنية، هل شهدت تحسنا؟ هل لا زال يعني التزام كبير من قبل هذه الأطراف بالحملة الأمنية وضبط الأمن في هذه المربعات، أم هو نفس الحال ما هو موجود في المربعات التي تخضع لكتائب أبو العباس هو نفسه في المربعات الأخرى؟ نعم، ما حصل خلال الأيام الماضية أن هناك بدأ يعني اليوم واحد فقط حالة من التحسن الأمني في مختلف مربعات المحافظة والمدينة عفوا من الناحية الأمنية، ولكن عادت المشاكل في المربعات الأخرى. بمعنى آخر وكأن الحملة الأمنية أو العمل الأمني انتقل من المربعات التي كانت إلى حد ما يعني هناك مثلا حتى مكاشفة في المشاكل التي تحصل فيها إلى مربعات المجهولة أو التي حضور الأجهزة الأمن فيها والأجهزة العسكرية يعني بسيط، وبالتالي حصل فراغ أمني في المربعات الأولى. نحن نريد حملة أمنية منتشرة على مستوى المدينة كلها وفي كل المربعات. نحن نقول أن وسط المدينة على سبيل المثال منطقة حيوية ومنطقة يعني الناس متحركين فيها وكذا، وهي بحاجة إلى أن تكون يعني أولى التجارب الناجحة لضبط الأمن في هذه المنطقة. نعم. ويتم التمدد في تلك المناطق التي في الجهة الشرقية من المدينة، وأيضا كما تحدثت قبل قليل يجب أن يتم الرفع بأسماء المطلوبين رسميا لقادة الجيش الذين يسيطرون على تلك المناطق ومطالبتهم بالبحث عنهم والتحري عنهم ورفع تقرير بهؤلاء المطلوبين. نعم. وإذا ثبت أن هذه القيادة هي متواطئة فعليهم أن يرفعوا بذلك إلى الحكومة الشرعية. نعم. طيب أستاذ عبد الهادي العزعزي، إذن الأستاذ أحمد يقول بأن الاختلالات الأمنية ليست فقط في هذه المربعات التي تخضع لكتائب أبو العباس في تعز، وإنما الاختلال موجود في كل المربعات بالمدينة، وهذا ما ينذر بأن الحملة الأمنية ربما لم تكن يعني على قدر ما يعني أمل لها أبناء تعز بأنها ستتم فرض الأمن في هذه المربعات. وأيضا الوضع إذن في تعز لا يختلف حال في كل المربعات مثل بعضه كما يقول المثل. نعم،
لا اعتقد، انا اعيش في المدينه وغادرت المدينه بفترة قريبه، اعتقد ان هنالك بؤر رعب يعرفها سكان المدينه جميعا، المستشفى الجمهوري منطقه رعب، سوق الصميل منطقه رعب، اماكن في المدينه القديمه اصبحت منطقه رعبا، وبالذات في منطقه النشيريه. هذه المساله نحن ايضا ندخل في كلام نضحك على بعضنا البعض. فيما يخص مسألة تعز، هنالك عددا من المطلوبين وقسما منهم ليسوا من أبناء تعز، مع الأسف الشديد هم قادمين من محافظات أخرى استوعبهم فصيلا عسكري، هؤلاء ينفذون عمليات ثم يعودون إلى نفس المربع. جرى في البداية كانت المسألة استلام هذه المناطق بموجود محاور سابقة واتفاقات، عندما تحركت اللجنة الأمنية لاستلام منطقة العرفي تحركت كتائب أبو العباس وتفدت لهذه المسألة، وتم تشغيل القاهرة والأمن السياسي كتجاب مطلع على المكان. ما الدافع لعملية دق الجيش في قرية مطلوبين إن كانت المسألة جيش؟ لماذا في تعز تطور المسائل من قضايا بسيطة؟ هذه جرائم، نحن نتكلم عن أشخاص ارتكبوا جرائم في حق الناس. لدينا في تعز 256 اغتيال، كلما كان يسقط شخص ما كنا تقريرات سخيفة جدا، يقال أنه قتل لأنه يحمل بندقية. ما الذي المقاتل ماذا يحمل؟ يعني المقاتل ماذا يحمل؟ في خبز يحمل بندقية. فبالتالي كان هناك استهداف لأنشط العناصر في الجيش، هذا عمل تخريبي يجعلك أحيانا تشوف هل هذه المجامع تعمل مع الانقلاب أم مع الشرعية. هنا السؤال الأهم، وهنا ما يجب أن يميز به، أولا على قادة الجيش حماية أفرادهم، بالتالي عليه الحركة لحماية أفرادهم، ما دام تم اغتياله في هذا الحي أو في هذه الحارة ومحدد المكان فعليه الحركة لحماية أفراده، لأنه إن فرط بهم فرط بالقيادات الموجودة داخل هذا اللواء والوحدة العسكرية. هذا نعم. أولا فيما يخص مسألة الجيش. فيما يخص مسألة أمن المواطنين، جرت عمليات نهب وتم التستر عليها، جرت عمليات مصادرة، شكلت محاكم للجماعات. هناك جماعة تعلن نفسها اسمها تنظيم الشريعة أو أنصار الدولة أو مجامع أخرى داخل تعز، تتخذ من سوق الصميل والجمهوري مقرات لها. هذه العمليات قتل عنها في الصحف، تستر الجميع عليها، لكنها موجودة، والآن يوفر لها غطاء من فصيل داخل الجيش الوطني ممثل بالكتائب. علينا أن نكون منطقيين في مسألة تحديد الأثناء والمسميات وتحديد عملية أجل تسليم كل المطلوبين من كل الأفراد، وعلى الأجهزة الأمنية أن تحدد هذه الأثناء، على المحافظة أن تتمتع بشجاعة إلى حد ما وتقدم هؤلاء، على الأمن أن يتخلص من الشماعة القذرة التي أصبحت موصوم بها تعز. ليست لدينا إمكانيات. ما هي الإمكانيات؟ هل ليس لدى هؤلاء إمكانيات ذهنية؟ حتى نواجه العالم، هنالك آخرين لديهم إمكانيات ذهنية لمعالجة المشكلة الأمنية في تعز. نعم. أما الإمكانيات المادية فهذه مبررات، طيب. مبررات عطاء، مبررات عجزة، ومبررات عاجزين. هذه نعم. المنطقة من السهل جدا ضبطها، هي أكثر منطقة في تعز المواطن الوحيد الذي يدفع من أجل أن يشتري وجود القانون والدولة، وليس ضد الدولة. لكن نعم. على الأسف الشديد بيان الله بقيادات لا تريد عودة الدولة، وقيادات مع الأسف تتحرك من مقاهي القاهرة ومقاهي الرياض. نعم. طيب إذن أستاذ أحمد، كيف تعلق إذن على ما طرحه الأستاذ عبد الهادي العزيزي بأن هناك مربعات أصبحت وكر للإرهاب ومعروفة، ويعني كما تحدثت وسمعت ما يقول ناس مطلوبين ومعروفين أمنيا، ربما عكس ما طرحته أنت بأن كل المربعات في تعز تخضع لنفس الاختلالات ونفس عمليات الاغتيال؟ طبعا انا اريد ان اسال الاخ عبد الهادي العزعزي عن مجموعه المشكلات وعمال البلطجه والقتل التي حصلت خلال المرحله الماضيه في المربعات وسط المدينه وفي شمال المدينه وفي غرب المدينه، ثم اننا حين ما نتحدث عن عمليه هذه الاغتيال، غالبيه الاغتيالات اين تمت؟ غالبيه الاغتيالات تمت فيما يعتقد انها مربعات امنيه يعني مضبوطه او انها تحت السيطره. حدثت اغتيالات في شارع جمال، وحدثت اغتيالات في مناطق مختلفه من المدينه وداخل يعني مربعات سيطره مثلا اللواء 22 وفي سيطره اللواء 17 وفي سيطره يعني مختلف الالوياء وفصائل الجيش الوطني، واستهدف عناصرهم داخل هذه المربعات.
وكذلك حصلت اغتيالات وحصلت يعني عمليات قتل وعمليات يعني فظاعه ارتكبت في المناطق التي تقع في الجبهه الشرقيه. ونحن في بدايه الحرب نحن شهدنا في هذه المنطقه، انا اتحدث لك الان بمنطقه التحرير، شهدنا هناك عمليه اغتيالات وقتل وذبح في هذه المناطق، واعتقد ان كثير من قياده الجيش والمقاومه يعلمون بهذه الجرائم التي حدثت. نعم. هناك تطور حصل خلال السنوات الماضيه، ويعني خلال الفتره البسيطه يعني الشهور القليله الماضيه حصلت هناك تطور، وبالذات بعد ان حضر محافظ المحافظه الى المدينه واصبح لدينا هناك محافظ في تعز، حصل بعض الهدوء، لكن هذا الهدوء ما ان يعني انتقل المحافظ او خرج من المدينه عاد مجددا الى الاشكال. الشيء الاخر، انا شخصيا عانيت من اعمال بلطجه واطلاق نار ويعني اعتداءات كثيره جدا، وزملائي يعرفون والاخ عبد الهادي يعرف بعض هذه المسائل، يعني اين اسكن انا مثلا؟ انا اسكن في هذا المربع في هذه المنطقه، بالتالي نحن نتحدث عن اختلالات امنيه موجوده، لكن الفوارق هي تقع في نوعيه الجريمه او جنس الجريمه او الدوافع وراء الجريمه. هناك جرائم بغرض البلطجه، بغرض النهب، بغرض القتل، بغرض حاله فوضى، بانفلات امني او غيره، وهناك جرائم بغرض مثلا هدف القتل من اجل مثلا الاستهداف او تصفيه الحسابات او اغتيالات او تصفيه مثلا افراد او يعني عناصر في الجيش الوطني. فدافع الجريمه هو ما يعطي التمايز، ولكن ليس عدم حدوث الجريمه، بالعكس الجريمه تحصل في كل مكان. نعم. وكما قلت لك ان في كل المربعات هناك جرائم، وبامكانكم ان تسالوا اغلب الناشطين في تعز واغلب الاعلاميين وسيقولون نفس هذا الكلام. طيب. أستاذ عبد الهادي، إذا الأستاذ أحمد يقول يعني الوضع الأمني في كل مربعات تعز ربما نفس الحال، وكما قال أيضا معظم العمليات الاغتيال التي حدثت أيضا هي في المربعات التي يعتبر أو يفترض أنها مؤمنة وتتبع قيادات الجيش الوطني كاللواء 22 ميكا وغيرها أيضا في التحرير وبعض الأحياء في مدينة تعز. هل فعلا هو يعني أصبحت تعز كلها تخضع لي يعني تطوف فيها أو يطوف فيها الموت في كل شارع، ولم يعد يعني حي يتغير عن حي آخر؟ أعتقد أن المناطق التي سخنت فيها مربعات الموت كانت شارع دمال، وهي منطقة تقاطع للسيطرة بين كتائب ابن عباس واللواء 22 الذي يمتد جنوبا من شارع دمال، وكانت منطقة شارع دمال هي منطقة التماس، وكانت عادة ما تعتبر منطقة الاغتيالات ابتداء من شارع دمال ومن منطقة التقاطع القريبة مثلا من الشارع إلى الشمال إلى الجنوب عفوا من الشارع باتجاه المدينة القديمة وصدر، هنا تمتد كتائب ابو العباس، وبالجنوب يمتد مقاتلي اللواء 22 الذين يمتدون جنوبا وشرقا من المدينة كمنطقة قتال، لكن كسيطرة أمنية الأمن كان رغم وجود 13 ألف عنصر. المشكلة ليست في مسألة العناصر، هناك أدوات لا زالت مخفية وهي أدوات المعلومات. نحن نتكلم عن جرائم في الفترة الماضية، كان علينا أن نفحص من أولئك الذين شكلوا محاكم عدلية، أي أن من شكلوا محاكم عدلية كانوا هم بهدف السيطرة على المسألة الأمنية، والآن هم من يعيقون انتشار هذه المجاميع، هي المجاميع التي كانت تريد أن تحل كدولة بدلا عن الدولة بعد أن تم دفع الاحتلال. بالتالي هذه العمليات التي مورست تمارسها جماعات منظمة، نحن نتكلم عن الجريمة المنظمة، أما المجتمع الذي بلا جريمة فهو مجتمع مني، عادة ما تحصل جرائم بين الناس ولذلك تمت عقوبات لهذه الجرائم. نعم. لكن ما نتكلم عنه أخي هي الجريمة المنظمة، من يتم اغتيالاتهم هي قيادات نوعية. آخر استهداف تم استهداف الأحمد الجامع مدير عام التخطيط في محافظة تعز، هنا تطور من استهداف العسكريين إلى استهداف القادة السياسيين والإداريين. المسألة خطرة. طيب أستاذ عبد الهادي، تهدد الجميع. نعم. المسألة خطرة وتهدد الجميع، هناك من يحاول أن يدفع المسألة في تعز أن تأخذ طابع سياسي. نعم. هذه المسألة كان يسعى خلفها جماعة سوق الطبيل والجمهوري التي تغطيهم كتائب أبو العباس منذ البداية، دائما الصوت الذي كان يقول أن الصراع في تعز يجري بين الإصلاح وما بين السلفيين هو من يسعى الآن إلى دفع العملية باتجاه اغتيال القيادة السياسية. بالضبط. يجب أن نكون واضحين، إذا أردنا أن ننجد رؤوسنا
إذا أردنا أن نجيب نوصنا ونؤمن الجميع علينا أن نعترف نحن في تعز كقيادة سياسية أننا فشلنا في إدارة حوار بيننا الدين فيما بيننا الدين وبتقبل بعضنا البعض وبأن نكون ديمقراطيين. نحن ندعي ونزعم لكن عمليا نحن لا زلنا بعيدين. نعم. لا زلنا نمارس إقصاء ونستخدم أدوات أدوية في التفاوض فيما بيننا الدين. طيب أستاذ عبد الهادي ذكرت نقطة مهمة. أستاذ عبد الهادي اسمح لي، نعم معذرتي على المقاطعة، نقطة مهمة ذكرتها، يعني لماذا فعلا يتم تصوير الوضع في تعز بأنه صراع بين الإصلاح وبين كتائب أبو العباس وليس بين شرعية وسلطة محلية وأجهزة أمنية تريد فرض مؤسسة الدولة وبسط سيطرتها على المدينة؟ أستاذ عبد الهادي. نعم معك أخي، عايز السؤال لم أسمع جيدا. نعم السؤال لك، قلت لك لماذا يتم تصوير الوضع في تعز بأنه كما تحدث صراع بين الإصلاح وبين كتائب أبو العباس وأن الوضع ليس بين سلطة محلية وأجهزة أمنية تريد فرض سيطرتها على المدينة وإعادة مؤسسة الدولة لفاعليتها في المدينة؟ لأن هناك أطرافا داخل مع الأسف التحالف السياسي الداعم للشرعية نفسه لا زالت هذه الأطراف مريضة. علينا أن نكون واضحين، علينا أن نفهم بشكل عام كأحزاب سياسية أولاً أن الجيش والأمن مؤسسات محايدة، أن الجيش والأمن مؤسسات محايدة وأن أي جماعة سياسية قد يدفع ببعض الأشخاص المنتمون إليها إلى داخل هذه الأجهزة، علي أن هؤلاء الأشخاص أصبحوا خارج عملية التأطير السياسي لأن هذه الأجهزة أساس عملها متعايد، وأن الأمن قضية لنا جميعاً نظر، وأننا إذا سقط الأمن سقطنا جميعاً. مع الأسف الشديد لا زالت بعض القوى السياسية اليمنية قوى انقلابية من حيث التفكير ومن حيث المنشأ ومن حيث آلية التعامل مع الديمقراطية. علينا أن نغادر الماضي ونرتقي ونتعامل بمبدأ آخر وهو مبدأ حيادية الأجهزة وأن الدولة هي الضامن لنا جميعاً. الدولة أياً كانت هذه الدولة علينا اليوم أن نفكر في مسألة التحرير ثم التأمين ثم نتحدث فيما بعد عن العملية السياسية. نعم طيب أستاذ أحمد، وهذا هو الأمر. نعم. في تعز. نعم. هناك. نعم أستاذ. كان في مشاهد هنالك طبعا في التعامل، أنا أتهم الجميع بالتقصير وبعدم الوضوء وبالمراوغة. نعم. على الجميع أن يكون واضحا وأن نتخذ مواقف واضحة، هذه العملية طيب. لا تحتاج إلا موقف. نعم طيب، إذن أستاذ أحمد شوقي، إذن الأستاذ عبد الهادي يقول المسألة تحتاج موقف واضح ويجب يعني أن ينسى أبناء تعز الماضي ويتعاملوا بأن هذه هي أجهزة الدولة ويجب دعمها، ولا نجاة لتعز ولا لأبناء تعز إلا بدعم الدولة ومؤسسة الدولة بعيدا عن مناكفة سياسية أو التمترس وراء القناعات المسبقة التي تضر بتعز أولا وأخيرا. جميل جميل جدا أخي الكريم، أنا أريد أن أوضح خلفيات كلام الأستاذ عبد الهادي العزعزي وهي المتعلقة بالإشكال الذي حدث في الحملة الأمنية الأخيرة. الحملة الأمنية الأخيرة أستاذ انطلقت بتوجيهات المحافظ، وتوجيهات المحافظ والقرار المنشور للمحافظ كان واضحا بتكليف الحملة الأمنية بعملية بسط السيطرة على المرافق الأمنية والعسكرية في شرق المدينة، وانطلقت الحملة الأمنية في الفجر وسيطرت على هذه المرافق وقامت بتسليمها للجهات المختصة سواء كانت الشرطة العسكرية أو إدارة الأمن أو غيرها، ثم حصل هناك تدخل من قبل بعض الألوية في عمل الحملة الأمنية وتم توسيع المواجهة لتشمل مناطق أخرى مختلفة. كان هناك موقف رافض لمسألة توسيع هذه المواجهات وتوسيع العمل الحملة الأمنية من استلام مرافق إلى قضية البحث عن مطلوبين ومشتبه بهم، لأن هذا لم يتضمنه قرار السلطة المحلية وهو القرار المنشور والقرار الصادق للأمانة، لكن كان هناك نوايا لتوسيع المواجهة بهذا الشكل. وبالتالي من حاول تصوير عمل الأجهزة الحكومية أو الأمنية والعسكرية تحديدا بأنه خلاف أو صراع ما بين الإصلاح وأبو العباس هم من قاموا بالزفة الإعلامية التي رافقت عمل الحملة الأمنية وحاولت حرف مسارها في وعي الجمهور. هذا رقم واحد. رقم اثنين، نحن نعم يجب أن نتكاتف معا وأن نقوم بتشجيع والعمل والحث على تصفية هذه البؤر الإرهابية
في كافة مناطق المدينة وبما فيها أيضا الجهة الشرقية من المدينة، ولكن نحن نتحدث عن مسألة سلطة محلية موجودة ونتحدث عن قوات جيش وقوات أمن يفترض أن تكون محايدة. حينما يتم تحريف عمل قوات الجيش وقوات الأمن ولو بالناحية الإعلامية، تحريف عملها وتحريف ما يجب أن تقوم به، هذا أعتقد أنه يضر في حياد الأجهزة الأمنية والأجهزة العسكرية وفي طبيعة عملها. حينما يتم الضغط الشعبي عليهم بمظاهرات أو مسيرات لتنفيذ مطالب خاصة بقوة سياسية وتثوير الشارع وتحريضه، وأعتقد أنه هذا يحرف مسار وعمل وحياد أجهزة الأمن وأجهزة الجيش. حينما يتم يعني الهجوم، يعني الحملة الأمنية موجهة ضد عناصر متطرفة والهجوم يتم أستاذ أحمد، تخوين المحافظ وتخوين الأحزاب السياسية، هذا أيضا هو تحريف لمسار عمل الدولة وتجريف لمسار عمل الدولة. إذن يجب علينا حملة إعلامية، نحن اسمح لي فقط موالين لهذه الدولة وأن ندعم جهودها وعملها. نعم طيب أستاذ أحمد، تقصد يعني المظاهرات التي خرجت هي خرجت موجهة، وأيضا الحملة الإعلامية التي حصلت وكل تلك المطالبات هي تضر بأجهزة الأمن وبحرف المسار عن الأهداف التي خرجت من أجلها، هذا ما تريد القول؟ ما أريد أن أقوله أن الأجهزة الحكومية وسلطة الدولة دائما لديها خطط ولا تعمل بناء على افتراضات أو تكهنات أو غرائز أو رغبات. كانت الحملة الأمنية في البداية الغرض منها الدخول إلى مناطق الجهة الشرقية في المربع الشرقي من أجل إحضار أجهزة الأمن وأجهزة الجيش والقوة المسلحة والأجهزة الأمنية إلى الجهة الشرقية في المدينة لكي تكون حاضرة في تلك المربعات وتعمل في توسيع انتشارها الأمني في تلك المربعات. وبالتالي حينما يتم طلب بعض الأشخاص المشتبه بهم أو من قاموا بارتكاب جرائم، من يثبت عليهم أدلة أو يشتبه بقيامهم بجرائم، تستطيع أن تمارس عملها من داخل النطاق الجغرافي الذي قد ينتشر أو يختبئ فيه هؤلاء المتسللين. لكن تم عرقلة هذه العملية وحرف المسار إلى مسألة مطلوبين وغير مطلوبين. حينما دخلت لم تجبني على سؤالي، الحملات الشعبية والمظاهرات التي خرجت في تعز وسعت المواجهة وأدخلتنا في نعم أحمد لم تجب على سؤالي. نعم. الحملات التي خرجت في تعز والمظاهرات والمطالبات التي كانت تطالب الجهات الأمنية ببسط النفوذ الدولة والقضاء والقبض على الإرهابيين، خاصة بعد الجريمة الأخيرة التي حصلت في حي الجمهوري والتي قتل فيها 5 من أبناء الجيش، منهم 2 تم قطع رأسهما عن جسدهما، يعني الوضع كما يقول الكثير أنه تحول يعني من 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 مسألة صراع وسياسي واقتتال إلى 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 مجال آخر وهو عنف وإرهاب بصورة غير مسبوقة لم تشهدها تعز من قبل. صحيح، أنا معك في هذا الموضوع، معك في أن هذا التطور تطور خطير ومرعب لنا جميعا، وهذا يستهدف الجميع ولا يستهدف طرفا بعينه أو شخصا بعينه. إذن لماذا لا تكونوا جميعا صف واحد خلف يعني الجهات الأمنية للقضاء والقبض على هذه الجماعات الإرهابية أيا كانت ومن أي فصيل وفي أي مربع؟ جميل جميل جدا، نفس التساؤل الذي أطرحه، لماذا لا نكون صفا واحدا خلف الجهات الأمنية والجهات العسكرية والسلطة المحلية من أجل تصفية هذه البؤرة الإرهابية؟ لماذا يتم تصفية الحسابات مع السلطة المحلية ولا أدري ما هي الحسابات التي أصلا يتم بناء عليها تصفية الحسابات مع السلطة المحلية؟ لماذا يتم التخوين المتبادل وتخوين القيادة المحلية وتخوين قيادة الجيش وتخوين غيرها من القوات، يعني من الأفراد والقوات القيادة العسكرية والأمنية وقيادة الحكومة، نقوم بممارسة عمل الإعلامي من الذي يخونها؟ من الذي يخونها؟ أنها يعني من الذي يخونها ويقود حملات إعلامية ضدها؟ والله هناك مشترك، هناك كل تحدث بوضوح، تحدث بصراحة حتى يسمع الجميع ويسمع المشاهد الكريم ويعرف الحقيقة. نعم نعم، هناك نشطاء في التجمع اليمني للإصلاح وفي التنظيم الوحدة والشعب الناصري وفي الحزب الاشتراكي اليمني وفي مختلف الأحزاب اليمنية تقوم بهذا الدور بأنه نوجه المسؤولية أنه هؤلاء الأشخاص هم متخاذلين، هؤلاء الأشخاص هم متواطئين، هؤلاء الأشخاص هم خونة، هؤلاء في كل الأحزاب اليمنية وفي كل القوى السياسية اليمنية هناك أطراف وهناك أفراد وهناك أشخاص للأسف يقومون بهذا الدور، بعضهم كثير منهم بسذاجة وبعضهم أيضا لأهداف خاصة أو مثلا مشاكل أو صراعات يعني داخلية مع أفراد يعني، وتتحول القضية إلى أن تنسف مفهوم وطني جامع، أن تنسف فكرة وطنية جامعة، أن تنسف فكرة الدولة من أجل أن تصفي حسابات شخصية مع هذا الطرف. نعم. أو ذاك. طيب أستاذ عبد الهادي العزعزي، إذن الأستاذ أحمد شوقي كما سمعت حديثه يتحدث، كلما يعني تحدثنا عن الرفض الشعبي الذي خرج والمظاهرات في تعز، الأستاذ أحمد يبحث أيضا عن جانب آخر، أن هناك أيضا نفس الحملات تقاد ضد الجهات الأمنية وتخوين بعض القادة وبعض يعني رموز السلطة المحلية، وكأن هناك تصفيات حسابات سياسية لدعم طرف ضد طرف، وليس يعني هو خروج من أبناء تعز البسطاء فعلا لمساندة الدولة والشرعية للقضاء على الإرهابيين. ويقول أيضا الأستاذ أحمد أنه يجب أن تكون هناك حملة على أماكن وأواكر الإرهاب في كل المربعات وليس في مربعات فقط محدودة.
الحملة الأمنية أو المظاهرات الشعبية التي خرجت تبحث عن الأمن. الأمن هنا مفهوم عام، مفهوم عام للجميع، يبحث عن حماية نفسه وحماية الآخرين. أولا يجب ضبط جميع المسلحين، يجب منع الحركة بالسلاح، يجب أن يكون من يتحركون يرتدون الزي العسكري ومسجل أسمائهم، يجب إيقاف الموتورات أو ما يسمى بالدراجات النارية عن حمل المسلحين أو إيقافها تماما في المدينة إن كانت المسألة في الدراجات النارية. هذا أولا في مسألة الاغتيال. الأخطر هو الاغتيال، الاغتيال الذي يجري في الشارع أو اختطاف أو إيقاف ناس أو إيقاف ناس أو سحبهم إلى أماكن معينة أو وجود سجون لأي من الوحدات العسكرية. يجب إغلاق كافة أماكن الاحتجاز التي تتبع الجماعات العسكرية ويكون هناك احتجازا واحد هو التابع للأمن وتشرف عليه النيابة. هذا أولا. يجب أن يعطى الأمن الصلاحية الكاملة على الجماعة، على الإخوة في قيادة المحور والقادة العسكريين أن يضبطوا المجاميع التي ضدها شكاوي بالاسم. نحن نتكلم عن جرائم وناس ارتكبوا هذه الجرائم، هذه الأسماء موجودة لدى الجهات الأمنية بالاسم، لماذا لا تحدث؟ يتم في هناك فرق بين الانتشار الأمني وبين إلقاء القبض على مطلوبين. هنالك العشرات من مرتكبي الجرائم وأصحاب السوابق الذين كانوا في السجون الآن أصبحوا قيادات في بعض الوحدات العسكرية، يعرفهم الجميع في تعز بالاسم. لماذا لا يتم احتجاز هؤلاء وبدلا من إظهارهم؟ الناس أصبحت هناك عملية ثارات وعملية متبادلة. علينا إزالة أسباب التوتر، على السلطة المحلية أن تدير المسألة كأمن أولا. ما دامت هي من ترأس اللجنة الأمنية في داخل تعز وعليها إجبار الجميع على تنفيذ أوامرها، ومن يرفض عليها الرفع به إلى السلطة، إلى السلطة الشرعية، إلى قيادة، إلى القائم بعمل وزير الدفاع أو هيئة الأركان أو حتى رئيس الجمهورية ونائبه ورئيس الوزراء أيضا. هذه مسألة لا تحتاج أكثر من الحركة والعمل. أولا على مدار 3 سنوات لم نسمع أن تعز ألقت القبض على متهم واحد. مو يا أخي، في تعز أنا على ثقة تامة، لو تم الإلقاء القبض على متهمين وتم محاكمتهم محاكمة عادلة أعتقد أن تعز سوف تهدأ بنسبة 90%. نعم، في دقيقة أستاذ عبدالهادي العزعزي، السلطة المحلية ممثلة بالمحافظ هل لها يعني نسمي عدم جدية أو قصور في الحالة الأمنية الحاصلة الآن في المحافظة وعدم تسمية يعني من يتسبب بهذا الانفلات الأمني في تعز؟ بالعكس، أعتقد أن المحافظ يسعى بكل قوة لتثبيت مسألة الأمن وكذلك الوكلاء، لكن هنالك عدم في الأدوات، هنالك عدم وضوح في الرؤية، عليهم تحديد الرؤية. أولا انتشار وإلقاء قبض، الانتشار الأمني يتم ثم إلقاء القبض، وعلى الجميع أن نتعاون مع السلطة لأن مسألة الأمن غير قابلة للتجزئة وغير قابلة للتسويف وغير قابلة للموقف. شكرا، شكرا لك أستاذ عبد الهادي. سؤال أخير أيضا للأستاذ أحمد شوقي. أستاذ أحمد، فيما يتعلق بالسلطة المحلية ممثلة بالمحافظ، يبدو كما يقول الكثير أنها تعمل لصالح يعني كسب مكاسب سياسية واستغلال الحالة الأمنية لصالحها، ما رأيك بهذا الطرح؟ والله هذا الرأي اللي افترض أن أسألك هذا السؤال أنا أخي بشير، حينما تتحدث عن مسألة أن نكون صفا واحدا وعن مسألة التحريض. الأخ محافظ المحافظة هو أول من وجه، أنا هنا لا أحرر أستاذ أحمد حتى لا تقول لي ما لا أقول. نحن ندعم المحافظ وندعم السلطة المحلية وندعم كل صوت ينادي بالدولة، يعني ونحن هنا في هذه الحلقة من أجل دعم السلطة المحلية في تعز من أجل تثبيت الأمن، فلا تقول لي ما لا أقول. نحن يعني صوتنا كإعلاميين وقناة بلقيس في خط دعم الدولة، دعم الشرعية، دعم السلطة المحلية دائما. تفضل. جميل. أنا لا أقول لك ما لا أقول، ولكن أنا طرحت السؤال فقط تساؤل حول هذه المسألة، وأقول الآن أن الأخ المحافظ هو كانت أول زيارة له إلى مناطق المدينة كانت إلى المنطقة الشرقية في المدينة، وكان أول تعهد له هو مسألة إعادة الأجهزة الأمنية والأجهزة الحكومية إلى المربع الشرقي في المدينة، وكان تركيزه على أن تمتد سلطة الدولة إلى تلك المناطق، وكان أول قرار حاسم له هو في انطلاق الحملة الأمنية لاستلام المرافق في الجهة الشرقية من المدينة، مع أن أيضا المرافق في الجهة الغربية والجهة الشمالية في المدينة هي أيضا بيد فصائل في الجيش، يعني
ومع ذلك كان أول قرار هو التوجه إلى تلك المرافق وتلك الأماكن. وبالتالي نحن نتحدث عن سلطة محلية وعن محافظ لديه حس مسؤولية ولديه شجاعة في العمل، ولكن يفترض ألا يتم حرف مسار هذه القرارات وإلى تصفية حسابات شخصية أو حسابات سياسية أو يعني حسابات فئوية. نحن يجب أن نكون فعلا صادقين وموالين لفكرة الدولة وأن ندعم السلطة المحلية في كل زمان ومكان. يعني نحن أنا شخصيا في المرحلة الماضية في عهد المحافظ السابق كنت داعما لسلطته ولم يعني حتى أقف ضده رغم يعني كم التقصير الذي حدث. لذلك يعني فكرة الدولة هي نحن بحاجتها جميعا، وفكرة الأمن أيضا تستلزم حيادة القوى السياسية، لأن لا رأس سيسلم من قيادة هذه القوى السياسية إذا ما استمر التدهور الأمني ولم يتم حسمه بشكل سريع وبشكل عاقل وبدون تحيزات شخصية أو حزبية أو سياسية. نعم، أشكرك جزيل الشكر صحفي أحمد شوقي. أحمد كنت معنا عبر الأقمار الصناعية من تعز، والشكر أيضا للأستاذ المحلل السياسي الأستاذ عبد الهادي العزعزي كان معنا من عدن. ختام الحلقة مشاهدي الكرام، تقبلوا تحايا معد هذه الحلقة الزميل كمال حيدرة، كما هي لكم مني بشير الحارثي. حتى الملتقى بحلقات جديدة من فضاء حر بنفس الموعد ونفس الزمان. السلام عليكم.